في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت المشافي هدفاً لعملياته العسكرية وما زالت. في 7 أكتوبر وقع أول استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات، فكان المستشفى الأهلي المعمداني أول المستشفيات المستهدفة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان استهداف المستشفى الذي كان يؤوي مئات النازحين والمرضى، بينما اكتفى المتحدث باسم جيش الاحتلال بالقول أنه لا تتوفر لديه تفاصيل بشأن ما حدث في المستشفى في محاولة لإنكار الاستهداف. استهداف المشافي والمراكز الصحية وقتل الفلسطينيين استمر في قطاع غزة، ففي 3 نوفمبر استهدف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في القطاع، واعترف إثر ذلك بقصف سيارة إسعاف أمام المجمع. في نوفمبر كذلك استهدف الاحتلال عددا من مستشفيات القطاع، منها القدس، مستشفى النصر للأطفال، مستشفى العيون، مستشفى الرنتيس التخصصي للأطفال، والمستشفى الإندونيسي. اعتقل الاحتلال أيضا مدير مجمع الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية، الذي ما زال حتى الآن رهن الاعتقال والتعذيب. في 5 نوفمبر وقع عشرات الأطباء الإسرائيليين على عريضة للمطالبة بقصف مستشفيات غزة. وبعد شهر من بدء العدوان على غزة، كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل نفذت 229 هجوماً على مستشفيات ومراكز رعاية صحية في القطاع، ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 فلسطيني من مواطنين ومرضى وأطقم طبية. هذا الأمر أدى وفقاً لمنظمة الصحة إلى إخلاء عدد من مستشفيات شمالي قطاع غزة، بينما تعرض محيط بعضها للقصف. في شهر ديسمبر حاصرت قوات الاحتلال مستشفى العودة، بينما تعرضت سيارة إسعاف لإطلاق نار بالقرب من المستشفى الأوروبي. كذلك وبحسب الأمم المتحدة، تعرضت المنطقة المحيطة بالمستشفى لقصف متكرر. بحسب الأمم المتحدة أيضا، ومع دخول عام 2024 واستمرار العدوان على غزة، أدى هذا الأمر إلى محدودية تدفق الإمدادات، ما دفع إلى إجلاء الطواقم الطبية من عدد من المستشفيات بسبب الخوف على سلامتها. تضيف المنظمة الأممية أن هذا الأمر صار مقدمة لكارثة ستؤدي إلى توقف مزيد من المستشفيات عن العمل. حاليا وتحديدا اليوم، أجبرت قوات الاحتلال النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس في تكرار لما حدث سابقا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة وغيره من المستشفيات. لم تكن الضفة الغربية بعيدة عن مسرح استهدافات المشافي، فقد هوجمت المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية تزامنا مع استهداف قطاع غزة، أبرزها مستشفى جنين الحكومي الذي تعرض لحصار تخلله توقيف مركبات الإسعاف وتفتيشها، إضافة إلى استهدافات شملت مستشفى ابن سينا التخصصي الذي تسلل إليه مستعربون لاغتيال جريح داخل المستشفى، ومستشفى الأمل والشفاء للولادة في جنين. وتكرر المشهد في طول كرم، حيث استهدف مستشفى طول كرم الحكومي، إضافة إلى مستشفى أوغو تشافيز في بلدة ترمسعية شرقية خان يونس، أو عفوا شرقية رام الله.